مع ساعه خلاص سني خلصت. طيب لا ماما دي بدي اخد هدول. جنة فوز. مرحبا متابعينا، كيفكم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد. اليوم التحدي راح يكون عن ما بنعرف. كأن اليوم التحدي باللغة العربية، صح؟ اليوم التحدي راح يكون باللغة العربية. شو نعمل؟ هلا راح احكي لكم شو راح تعملوا. عرفت، لازم نحط الكلمات صحيحة، يعني لازم نحط هيك، لازم هاي غلط، هاي لازم تكون مع ايوه. الكلمات اللي عندنا مخربشه مش مرتبه، واللي بترتبها بتربح الفلوس اللي مقابلها. مثلا الكلمه الاولى اذا عرفتوها بتربحوا 5 درهم، الكلمه الثانيه البنك اذا عرفتوها بتربحوا 10 درهم، الثالثه بتربحوا 20 درهم، الرابعه 30 درهم، الخامسه 100، السادسه 200. سوى الاول اللي اهتمت، سوى اللي ما حابين يبلشوا كل واحد لحال، وإذا ما عرفت أي واحد فيهم، إذا ما عرفت بتحول للثانية. السؤال يلا، السؤال حليلنا الأولى، اقلبيهم شيلي وحطي. أوكي أنا عرفتها، رأس. رأس، برافو. قربي الإس على الإر، استعجل أخذت لي فلوس. برافو. رأس. يلا مع ساق الكلمة اللي بعدها اللي هي البنك. أشو أغفتو؟ M-A-S-R. صعبة هاي، لو ما سبلشت بالأولى أحسن. لا بلش بأول حرف، اختاري أول حرف. شو رأيك مين يكون أول حرف؟ سؤال. أيوة حطت ماسة أول حرف اللي هو الأ. استني أسرع. إيه؟ لا مش اسرع، فيش اع. يلا خذي وقتك ماسة. متابعين ساعدوها يا متابعين، اكتبوا بالتعليقات شو الكلمة رح تكون قبل ما تعرفوا الجواب. ايوه أرس. أيوة أرس. أرس. حط آخر حرف. أرس. أرس. آخر حرف شو؟ يلا اقرأيها مع ساعة. أرسم. أرسم. برافو. تندرهم. دوري. يلا هاي صعبة سواد. لا. دقيقة. ايزي ماسة اهدي، خليها تعرف تركز. انجد لا، اول كلمة الداء. ماما احكي لي. لا ما بحكي لك. بليز. صعبة. صعبة صح، صعبتها عشان سوال. بس ايزي. ايوة بلشت تشتغل صح سوال. ايوة هاي بالاخر صح، هاي اول اشي صح وهاي صح. لا دقيقة اصبري خليها تشتغل. هاي انتي لا لا لا، هاي اول كلمة. يلا اختارت الام اول الكلمة. عرفت 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 عرفت. لا ماسة قربتي يا ماسة. عرفت 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 عرفت، خلص مدرسة. صح مدرسة. برافو سوار، مدرسة. شطورة. 20 درهم. لا هذول شو كله 25. صار معي 25 وما 10. يلا ماسة اللي بعدها اليلو. يلا يلا ليش ماسكة هاي انا بعدني؟ يلا يا مسوس. اذا ما عرفت انا هاخذها للاخر. ايوه بدها تحطها بالاخر. برافو، اول اشي صح عملته. لا لا، شو اول حرف لازم تختاري؟ ماما كيف انا لازم اخذ منها؟ كيف قصدي؟ اذا ما عرفت تجاوب تاخذي انت. اول شيء اول شيء لا هاي اول عادي، هاي اول شيء
يلا اختارت الاس اول شيء تكون. ركزي اقرأي اقرأي جربي اقرأي. اذا حطيت الاس اول شيء كيف بتصير، واذا حطيت الا كيف بتصير؟ ساعة. برافو. كيف شفتي ما اشترك يا ماسة بس حاولتي تقرأي؟ كيف حرفت؟ شفتي ما شاء الله لحالها، والله ما حكيت لها. هجت تلك الاحرف، هجت الاحرف، حاولت، حطت الاس اول شيء. ساعة. ساعة، برافو. لخدي خدي الثيرتي ماسة. اوه ماسة صار معك؟ داري. 40 صار معها ماسة 40. هيك اجي النيرة بعدين هاخذ. هاي سهلة يا سواي. ايزي. لا اول كلمة. هي اول حرف اختارته باء. بحر. برافو سواي. 100 لسواي. ماسة كم معاها؟ ماسة 40 انت 120. ماسة اذا عرفت اخر شيء بتاخذ 200. اذا ما عرفت سوار بتاخذهم اذا عرفت، بس ما تساعدوا بعض علشان تعرفوا. شو هاي ما هاي ما عرفت. اي اي خليت لكم واحد صعب تحت. ايش يعني اي؟ يعني زي الا اي او كسرة مكسورة همزة عليها كسرة. اي ربطة. ربطة. لا مش ربطة. ما في حرف الطاء. لا لا. مش تا، هاي ما بتنلفظ، هاي ما بتنلفظ تا. ما بتنلفظ تا، شو بتنلفظ التا المربوطة آخر شيء؟ زي أ، أ، هيك بتنلفظ. صح. بتنلفظ زي أ. ربا. ماسة خلاص؟ خلي سواي تحاول. لا لا معك 5 محاولات. لا لا. أبرأة. أه؟ أبرأة. أبرأة. أه؟ إيه أه. مش أه. إيه بدي إيه أبدي إيه أه. ماسة؟ خلص. سني. خلص التايم. لا. ما بدي بدي أخذ هدول. بتاخذ هدول. إيه يا ماسة. إيه؟ أنا رح أساعدك في الألف تعتبر إيه. إيه؟ وهي. إبرة. إبرة. صح. برافو ماسة إبرة على السريع أخذت 200. مين جمع أكثر؟ لا أنا هذولا 140 ماسة 140 وأنتي 125. مين الأكثر؟ أنتي طبعا. ياا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 ا